اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، وهتكون فقره حواريه مهمه جدا. هنفتح ملفات عديده، هنتكلم في تفاصيل، هنسرد كواليس، هنخش في القضايا اللي موجوده على الساحه الرياضيه، وبالتاكيد فرصه عظيمه جدا نتكلم في كل التفاصيل دي في وجود احد زملائنا الكتاب الصحفيين وناقد رياضي كبير الاستاذ محمود شوقي. محمود، ازيك ومنور الدنيا، واهلا بيك في برنامج الترند. اهلا بيك يا استاذ محمد، وتحياتي ليك ومبروك على عودة البرنامج وإطلالة جميلة كعادتك بإذن الله. الله يبارك فيك. طيب نبدأ على طول بسرعة كده، بنتكلم في ماتش يعني المفروض التفاصيل الفنية تبقى أكتر، ولكن أحداث كتيرة من وقت مباريات يوم الأحد. موقف المباراة بشكل عام، كنت لسه بأكد من شوية المباراة في موعدها، مفيش كلام على تأجيل ولا تغيير ولا أي حاجة، فريقين بيستعدوا، أي كلام بيتقال في السوشيال ميديا أو في المواقع هو كلام اجتهادات، ولكن على المستوى الرسمي الماتش في ميعاده ومفيش حاجة اسمها تأجيل. معلوماتك ولو عندك تفاصيل في استعداد الأهلي والزمالك. صحيح، هو المباراة يعني بتشهد أحداث صاخبة، لكن خلينا نبدأ دايما بمعلومة زي ما أنت بتحب المعلومات. اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، اللجنة مشتركة بين الجانب الإماراتي والجانب المصري بشكل أو بآخر. أكيد. لكن مجلس أبو ظبي الرياضي هو اللي بيدير الموضوع بشكل كبير جدا. كل الاستعداد في الساعات الأخيرة، مجلس أبو ظبي بيؤكد لكل الأطراف أن الماتش في موعده. ده رقم واحد. طاقم التحكيم مفيش فيه أي تعديل. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، الاستعداد في البث الفضائي وما إلى ذلك، دي أمور مهمة جدا. أكيد طبعا. مجلس أبو ظبي بيؤكد للناس هناك إن الماتش في موعده. كل ده بيؤكد لك إنه زي ما أنت بتقول فكرة التأجيل هو مجرد كلام خرج من نادي الزمالك بطلب التأجيل بشكل ودي، ما طلعش حتى بشكل رسمي. مجلس أبو ظبي أو اللجنة المنظمة أو الجانب المصري المتماسك في اتحاد الكرة المصري لم يناقش أي فكرة من الأساس بخصوص تأجيل المباراة حتى هذه اللحظة. هو مش منطقي كمان طبعا، يعني شايف في موضوع يستدعي اصلا تأجيل بالظبط، يعني ومين هيسمح بكده يعني؟ مين هيسمح بفكره التأجيل من عدمه يعني؟ لكن احنا قدام لحظه تاريخيه سلبيه. التاريخ يا محمد، طوال تاريخ الرياضه في العالم او في مصر، في احداث كتير جدا والتاريخ بيسجلها سواء سلب او ايجاب. لان بعض الناس لما نقول لحظه تاريخيه ده معناه ان احنا بنمجد في اللحظه. الكلمة التاريخية دي حاجة كبيرة، أيوة حاجة كويسة كده. مش كل لحظة تاريخية بتحمل المعنى الطيب. للأسف الشديد نحن أمام لحظة تاريخية سلبية، لأنه ماتش زي ده العالم كله بيتابعه، وأنا بقصد العالم كله، أقصد المعنى بالمناسبة، لأنه جاليات عربية في كل أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وغيرها لا عارفين الأهلي والزمالك وقيمة الأهلي والزمالك ومكانة الأهلي والزمالك، وبالتالي الماتش بياخد أبعاد أخرى. لما إحنا أمام ماتش بهذا الحجم وهذه القيمة يصاحبه كل هذا الصخب، كل هذه الأحداث اللي خارج المستطيل الأخضر، وفكرة محاكمة أو نيابة أو تعدي أو ما إلى ذلك، نحن أمام لحظة ما كنتش أبدا أحب إن احنا نعيشها. وعلى فكرة أنا ضد أي فكرة تريقة، لأنه اللحظة فعلا لحظة مؤلمة. هتقولي ليه؟ أقول لك ببساطة شديدة، لا، الصورة مش حلوة، صورة الكرة المصرية مش كويسة. الأخوة هناك حتى كنت لسه متواصل مع بعض الأصدقاء هناك في الإمارات، حتى كمان الجنسيات الأخرى بتتكلم بشكل في صدمة أولا، في استغراب واندهاش مما يحدث، وده بيأكد لك لا إن الموضوع مش قليل. أتمنى إن الساعات الأخيرة اللي جاية دي تشهد هدوء نسبي. القانون طبعا هياخد مجراه في الجانب الإماراتي، لكن المباراة أتمنى تعدي لبر الأمان، وده امر مهم جدا بالنسبه لنا كلنا. طيب في جانب تاني، واحنا هنا زي ما بنقول لحضراتكم بنخش في تفاصيل البعض ممكن ما بياخدش باله منها في زحمه الاخبار والمعلومات. انت تعرف ان الماتشات دي اتحاد الكوره عين لها مراقب ومنسق. مظبوط. منسق اللي ما كانش بيتعين اصلا في اي مسابقه هنا في مصر، بعت ناس عشان يبقوا منسقين للمباريات، ده غير المراقبين، بعت 5 مراقبين، يعني هو جاي على عدد الحكام عشان يطلع منسقين ومراقبين. طب مباراه زي دي فيها مراقب وفيها منسق، فين دور المراقب؟ فين دور المنسق؟ فين تقرير المراقب؟ فين تقرير المنسق؟ فين دور اتحاد الكرة بعد المباراة؟ أنا مش عارف. كلها اختفت. أستاذ محمد ياسين هو مراقب المباراة؟ هو مراقب المباراة. اه. وأنا مش عارف بصراحة هو كتب إيه؟ وقال إيه لاتحاد الكرة؟ وأين اتحاد الكرة أصلاً من الكارثة اللي إحنا فيها؟ أنا عايز أسأل سؤال مباشر، هل اتحاد الكرة مش شايف إن إحنا أمام كارثة؟ لا، هو شايف إنها كارثة وصامت، ده الأمر هنناقشه. لكن انه اصلا مش شايف ان في كارثه، دي مشكله اكبر، فتبقى هي بقى الكارثه نفسها، او تبقى مصيبه وتبقى عار
على اي مسؤول بصراحه ان هو يقف صامتا امام مثل هذه التصرفات. في كل الدنيا ماتش زي ده خد احداث وابعاد زي دي كان اول حاجه تتعمل لجنه الطوارئ بالظبط كده على طول، ومناقشه التقارير اللي احنا بنتكلم عنه بالزبط. او التقارير المتعدده اللي احنا ممكن نتكلم عنها. اما واننا دلوقتي لم نناقش اي تقرير على الاطلاق، لم ننظر في اي حد سجل ملاحظه حتى، ما حدش اتوقف، ما حدش خد لفت نظر حتى، يبقى احنا ما عندناش اتحاد كوره بامانه شديده. بامانه شديده اتحاد الكوره يبدو ان هو تعامل مع الموضوع بفكره الطناش، يعني طنش، ما حدش واخد باله مننا والبطوله بره مصر رغم ان هي بطولته. بطولته طبعا، يعني السوبر المصري بطوله تبع الاتحاد، الدوري اصبح بطوله خارج اتحاد الكوره، صحيح، الكاس هو بطوله الاتحاد والسوبر بطوله الاتحاد. اتحاد الكره صامت متعمدا، انا بعني الكلمه بالمناسبه، اتحاد الكره صامت متعمد. ليه؟ لانه مش عاوز يخش في التفاصيل وفي المشاكل. طب عين مراقب ليه وعين منسق امني ليه؟ امور تنظيميه يعني شكليه. ليه؟ طيب ليه يعني امور تنظيميه الناس بس كده يعني؟ امور تنظيميه شكليه وسفر ومجاملات متعدده، لكن انا كنت انتظر انه يكون في موقف حقيقي. طيب لو اتحاد الكره كان خد موقف حقيقي كنا احنا هنناقش الموضوع دلوقتي؟ لا خالص، كنا هنشيد بموقف اتحاد الكوره وانه خد قرارات فوريه وقرارات عاجله وحط الامور في نصابها الصحيح، لكن انه يطنش على اعتبار الناس بتنسى، على اعتبار الناس مش واخده بالها ان اتحاد الكوره موجود، وده امر في غايه الغرابه يعني. اصل يا محمود في حاجه، هي مش خناقه في شارع، صحيح، ده في قواعد منظمه للملعب، وانت كمسؤول كمراقب وكمنسق وفي اجتماع فني ومع الفرقتين كل واحد عارف دوره، طالما انت بره السكور قاعد بره، ليك توقيت معين تنزل في الملعب، كل القواعد دي بتخضع للوائح. طب انت اللوائح بتنفذها؟ ما نفذتهاش. عشان كده انا في بدايه الحلقه رحت لقصه المباريات اللي حصلت فيها مشاكل من الموسم الماضي، الزمالك والمصري والاهلي وبيراميدز، وفين المسابقات وفين الانضباط، وساعات بنرمي التقارير على اللجنه دي وعلى اللجنه دي وفي الاخر ما بنشوفش نتيجه. مظبوط. لا احنا عندنا فشل لابد ان نعترف به. بص يا محمد، بامانه شديده بدايه الاصلاح يبدا من الاعتراف بالفشل. انك انت لو ما اعترفتش ان عندك مشكله مش هتحاول تبدا في حلها. اتحاد الكوره والقائمين على المنظومه يبدو ان هو مش معترفين ان احنا عندنا سلبيات وعندنا ثغرات كتيره جدا، اهمها تنظيم الماتشات زي ما انت تنظيم المباريات. عندنا مشكله كبيره جدا في تنظيم الماتشات، بنروح انا وانت على طول الملاعب سواء هنا او خارج مصر، لا في مقارنه ظالمه. في مقارنه فرق شاسع. فروق مش طبيعيه حتى في التفاصيل الصغيره والكبيره بالمناسبه يعني. عمليه الدخول وما الى ذلك والخروج والبدلاء واللي قاعدين فين وقاعدين تحت والملعب وحرمه الملعب وفقا لقانون الفيفا وما الى ذلك، كل ده ما بيطبقش في مصر بشكل كبير جدا. بامانه احنا بندفع ضريبه انه اعداد من المحسوبين على المنظومه ما تعودوش على الانضباط. ما تعودوش على الالتزام صح في الملاعب، عشان كده بندفع الضريبه. الحاجه الثانيه المهمه انت اشرت اليها، اللجان المختلفه. لجان الانضباط اللي القرارات بتخش ما تطلعش كل يوم حد واربع، اتحاد الكوره ينتظر لجنه الانضباط تكر قرارات او تعلن عن قرارات، وهذا لا ياتي امر في غايه الخطوره، لانه لجنه الانضباط هي اللجنه المنوط بها انها ترضع المخطئ في ظل وجود لوائح في المسابقات تبقى لها حد او سقف في العقوبه. لجنه الانضباط هي اللي تقدر تتخطى هذا السقف بعقوبات رادعه، تقدر تخلي المخطئ يراجع نفسه 1000 مره بعد كده. لكن للاسف الشديد شفنا كم وقائع العقوبه بتدخل او الورقه بتدخل لجنه الانضباط ولا تخرج. طيب الاحداث دي تاثيرها على مباراه الخميس، هنتفرج على مباراه كوره بجد، مباراه فنيه، رغم ان المباراه الاولى سواء للاهلي او الزمالك ما كانش فيها مستوى فني كويس. صحيح. سيراميكا وبيراميدز كان بيلعبوا افضل كتير. بلا شك. لكن في ظل الاحداث دي كمان، هل ممكن نشوف مباراه حماسيه؟ هل هتبقى مباراه فنيه؟ هل الفرقتين مركزين في الملعب بنسبه اكبر؟ شوف، هي مش هتكون مباراه فنيه ممتعه بقدر ما يكون فيها عصبيه زائده. ده اتوقع كده. ده مؤكد ان يكون فيها عصبيه. لعده اسباب، ممكن يكون الاحداث الاخيره دي هتاثر على لعيبه الزمالك بشكل او باخر. لعيبه الاهلي، وهنا لازم نتكلم عنها بكثير من التركيز. لا، يشوف صوره كمان من الامارات وتحديدا في اماره ابو ظبي. نروح بسرعه مع زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا دلوقتي بالقرب من تدريب فريق النادي الاهلي عشان نطمئن من خلاله على اخر الاخبار. فاروق مساء الخير، ويبدو كده ان انت بعيد شويه عن التدريب بعد الجزء اللي كان مسموح بالتصوير، وتحياتي ليك وتحيات زميلنا محمود شوقي ليك.
برحب بيك يا محمد طبعا، وبرحب بالزميل العزيز محمود شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا محمد، يعني الجزء المسموح لينا او يعني اداره الاعلام في النادي الاهلي الخاص من تدريب النادي الاهلي اللي انتهى، احنا موجودين يعني بجوارنا الملعب اللي بيؤدي الاهلي عليه تدريباته في ملعب زايد. يعني اللي انطلق التدريب في تمام الساعه 7:30، تقدر تقول اولى التدريبات للتحضير لمباراه الزمالك باذن الله، اللي كلنا بنقول يا رب يا رب ان شاء الله نعود الى القاهره والنادي الاهلي بطل لكاس السوبر المصري باذن الله. طيب ابدا معاك واحده واحده. في تفاصيل جديده بخصوص موقف رامي ربيعه، وسام ابو علي، اشرف فداري، عمر كمال عبد الواحد، اكيد الناس كلها عايزه تطمن منك يا فاروق، انت قريب الصله وموجود مع البعثه لحظه بلحظه. يعني خلينا محمد في هذا الامر اطمنك ان طبعا بالامس كان مستر مارسيل كولر منح للاعبين راحه من التدريبات، فضل اللاعبين ان هم البقاء والجلوس في الفندق او مقر اقامه الفريق. هناك جانب من اللاعبين يعني عايز اقول لك يا محمد ان مجهود كبير جدا بيقوم به الجهاز الطبي للنادي الاهلي طبعا برئاسه الدكتور احمد جاب الله. يعني اعتقد يا محمد اي كلمه توصف المجهود الكبير جدا اللي بيقوم به الجهاز الطبي، اعتقد يعني مجهود كبير جدا يعني على مدار اليوم وامس، يعني اجراء جلسات علاج طبيعي لكافه اللاعبين. انت طبعا تابعت يا محمد وكل الجماهير تابعوا، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين خرج في المباراه الاخيره امام فريق سيراميكا لي يعني الجهاد العضلي. لكن انا بطمنك يعني تم اجراء بعض الجلسات العلاج الطبيعي لبعض اللاعبين النهارده. طبعا الدكتور احمد جاب الله عمل تيست قبل النزول لارض الملعب. اللعيبه انا عايز اقول لك ان اللعيبه موجوده في التدريبات، يعني تقدر تقول بس هل هنشوف يعني مدى جاهزيه اللاعبين، هيكملوا التدريب ولا هياخدوا جزء من التدريب. لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه كافه اللاعبين موجودين في ارض الملعب، طبعا باستثناء خالد عبد الفتاح واشرف داري اللي بتقول خلاص يعني هم في الجزء التاهيلي، وهيبقى في صعوبه للحاق اشرف داري وخالد عبد الفتاح طبعا دي مباراه الزمالك، باستثناء يعني اشرف داري وخالد عبد الفتاح كافه اللاعبين موجودين في ارض الملعب. ننتظر طبعا ان هم يكملوا، يعني انت اكيد عارف ان الدكتور احمد جاب الله هل في منهم بعض اللاعبين هياخد اجزاء من المران او هياخد نصف المران او هياخد المران بالكامل، لكن ان شاء الله نتمنى ان كل اللعيبه تادي المران بشكل كامل وناكد جاهزيه كافه اللاعبين ان شاء الله لمباراه الزمالك باذن الله. طيب اذا يمكن دي معلومه مهمه بيقولها لنا زميلنا فاروق صلاح، في صعوبه ان ممكن اشرف داري وخالد عبد الفتاح يلحقوا بمباراه الخميس امام نادي الزمالك. طب الخبر الثاني اللي عايزين نعرفه منك، هل الاجواء المحيطه بمباراه القمه واللي بيتكتب في السوشيال ميديا مسمعه معاكم في المعسكر واصله للعيبه، انت حاسس بيها شايفها، ولا الظروف عندك ايه يا فاروق؟ لان اكيد الجمهور عايز يطمن، هل اللعيبه بتفكر في ده، بتسمع ده، بتقرا، ولا في يعني عايز اقول لك عزله تامه للمعسكر عن اي اجواء خارجيه؟ محمد يعني نقطه اثرت نقطه في غايه الاهميه، اعتقد يعني نقطه مهمه جدا طبعا في وجودك وفي وجود الزميل محمود شوقي، لامسين ما يدار وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي سواء هنا في الامارات او في القاهره من كافه الامور المحيطه بالمباراه النهائيه بالمنافس فريق الزمالك، بايضا كافه التفاصيل فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك كل ما يدار خارج محيط بعثه فريق النادي الاهلي شيء، وبعثه فريق النادي الاهلي ومقر اقامه النادي الاهلي في عزله تامه. اللي احنا لامسينه يا محمد في كلامنا في حديثنا في تواجدنا مع اللاعبين، اللعيبه عندها رغبه مهمه جدا في مصالحه جماهير النادي الاهلي في التركيز في مباراه الزمالك. يعني محمد نقطه برضو واحنا بنقولها، يعني انت عارف يعني ظروف تواجدنا في صفه مستمره مع اللاعبين، تقدر تقول من المرات اللي انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي بتمسك الموبايلات كتير، يعني مفيش، يعني تقدر تقول يا محمد من المرات اللي انا فعلا يعني انا لمسها ان ما تلاقيش لعيب ماسك الموبايل او الهاتف، لا لا الامر ده غير موجود. يعني تقدر تقول انا لمسه في هذه الاجواء، اللعيبه عندها رغبه كبيره جدا انها تصالح الجماهير، الكابتن الخطيب وجوده في مع البعثه، كافه اعضاء مجلس الاداره، الكابتن محمد رمضان اللي ما بيتكلمش كتير، يعني الكابتن محمد رمضان كلامه قليل جدا يا محمد في ابسط الحدود في ابسط الظروف، حتى يعني محمد الامر اللي كان خاص بكهرباء امر لا يعني لم يستغرق كثيرا، امر فقط ان النادي الاهلي اتخذ قرار المدير الرياضي، الجميع يعني
التزم بهذا القرار. الجميع قفل هذه الصفحة، ركز في مباراة الزمالك. أعتقد يا محمد إن شاء الله الصورة اللي هيظهر عليها اللاعبين في مباراة الزمالك هتكون صورة مرضية إن شاء الله لكافة جماهير النادي الأهلي، وبإذن الله اللاعبين تحقق الانتصار والفوز في هذه المباراة بإذن الله. سؤال أخير يا فاروق، بكرة المؤتمر الصحفي ميعاده إمتى؟ التدريب، هل البرنامج بكره تم تحديده بشكل رسمي ولا لسه في تفاصيل مش مكتمله معاك؟ يعني في حاجات يا محمد طبعا ظهرت، انت عارف مع عوده الفريق للفندق او مقر الاقامه بتبدا تحط البلان بشكل كامل لليوم، لكن اقدر احسم لك امور. يعني تم تحديد المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك هيكون في تمام الساعه 4:15 طبعا في ملعب النهيان، ملعب نادي الوحده. ثم طبعا المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5 ايضا في استاد النهيان، استاد نادي الوحده. من المقرر ان طبعا يكون تدريب الاهلي غدا في نفس توقيت المباراه، الساعه 9 بتوقيت الامارات، 8 بتوقيت القاهره. ده تقدر تقول يعني الامور اللي تم حسمها من البرنامج. مع العوده طبعا الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي بيتم طبعا تحديد موعد الوجبات، موعد المحاضره اللي مستر مارسيل كولر المحاضره اللي هيتكلم فيها مع اللاعبين على المباراه الاخيره، مباراه سيراميكا، وايضا الامور المطلوبه الفنيه في التدريب الاخير غدا ان شاء الله للاستعداد لمباراه نادي الزمالك. عايز اطمنك ان كمان درجه الحراره يعني النهارده بدات في تحسن افضل من الايام الماضيه. نتمنى طبعا على مدار اليومين سواء غدا او بعد غد ان شاء الله تكون درجه الحراره في نفس المستوى، نسبه الرطوبه بقت افضل. اعتقد ان شاء الله يوم الخميس القادم على استاد محمد بن زايد الظروف تكون مناسبه ان شاء الله نستمتع بالمباراه. وكلنا بنقول يا رب، والهتاف اللي بنسمعه في كل مكان هنا من جماهير النادي الاهلي السوبر يا سوبر يا اهلي. عايز اقول لك برضو يا محمد على هامش هذا الامر، ان بالامس كنا بنتابع مباراه العين والهلال السعودي، كان موجود طبعا كارلوس برينجر وياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي في ارض الملعب بيتفرجوا على مباراه العين من ارض الملعب. انت عارف ان في مباراه تجمع ما بين الاهلي والعين يوم 29 على استاد القاهره، اجواء مميزه جدا. جماهير بالظبط جماهير العين يعني تتوافد على ملعب القاهره. ان شاء الله مباراه تبقى مهمه، لكن لكل حدث حديث. ننهي مباراه الزمالك، نحقق كاس السوبر، ثم يبدا التحضير لمباراه العين الاماراتي باذن الله. طيب فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، تفاصيل كتيره يمكن رصدتها من ابو ظبي استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي كاس السوبر لانديه الابطال باذن الله يوم الخميس المقبل. كانت مداخله مهمه جدا مع زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي في الامارات. نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى وفي الجزء الاخير مع الناقد الرياضي الاستاذ محمود شاوي. محمود لو هسالك على التشكيل، هل تتوقع اجراء تغييرات على شكل الفريق والتشكيل في ماتش الزمالك؟ اعتقد طبعا. بس الاهم ان لازم الاهلي يلعب الماتش ده ب 12 مش 11. بمعنى الجمهور. انا في اعتقادي ان الجمهور لاعب رقم 1 مش رقم 12. ده حقيقه واقع يعني. تذاكر الاهلي او شكت على النفاذ، اعتقد ان المدرج المخصص لجمهور الاهلي هيكون ممتلئ عن اخره، وده هيكون عامل مهم جدا جدا في الماتش ده. صحيح الزمالك له جمهور ولا له جمهور، لكن قوه جمهور الاهلي في التاثير بيفرق، اعتقد هيكون ليها عامل كبير جدا. طب ده رقم واحد في التشكيل. رقم واحد. خش بقى على باقي التشكيل. اما بقى التشكيل كلاعبين بقى اعتقد ان الشناوي هيكون في حراسه المرمى وقدامه ربيعه ياسر في ظل طبعا ابتعاد اشرف داري بنسبه كبيره، ويحيى عطوط الله في الجانب الايسر، واعتقد انه اكرم توفيق لابد ان يبدا في الجانب الايمن. تمام. وفي وسط الملعب يتم تعويضه بكوكا بجانب مروان عطيه، امام عاشور في الاطراف الشحات وتاو وطاهر. ليه طاهر؟ لانه اسامه ابو علي طبعا لسه في كلام لسه على فكره لحاقه بالمباراه. انا شايفه تشكيل مناسب بصراحه. يعني مش عارف بقى كولر هيسمعك ولا لا. على حسب بقى الزملاء هناك. تمام. لكن اعتقد ده الاقرب. طيب عايز اسالك سؤال له علاقه بماتش العين. هل هذه البطولة ونتائجها ومباراة الزمالك لها تأثير على ماتش العين الإماراتي ولا لا؟ بلا شك. ماتش العين التلات الجاي زي النهارده. بلا شك. ماتش زي ده قدام الزمالك في نهائي السوبر المصري في بطولة بتلقى هذا الاهتمام وكمان فيها كورة أو فنيات أو ضغط عصبي وضغط نفسي وضغط فني كمان، خلي بالك أكيد ما بين كولر وجوميز وما إلى ذلك،
اعتقد كل ده هيخلي في الاخر في تاثير على ماتش العين. فوز الاهلي بالسوبر المصري بمشيئه الله معناه انتعاشه، معناه الدخول ماتش العين بمعنويات مرتفعه، معنويات مختلفه، استعداد من نوع خاص جدا، تقدر ان شاء الله في استاد القاهره في حضور جماهير غفير ان انت تتخطى عقبه فريق مهم جدا عنده عناصر مهمه وتاثير مهم زي العين الاماراتي. اعتقد انه لا مرتبطين ببعض، ايوه مرتبطين ببعض. هو عموما كمان تذاكر مباراه العين يمكن اتطرحت بالامس من خلال موقع تذكرتي. بعثة العين خدوا بالكم برضو العدد المسموح ليها بالحضور الجماهيري حوالي 2500 تذكره، وفد الاتحاد الدولي هيوصل يوم 25 ليه برضو حوالي 200-300 تذكره في الاطار ده، فان شاء الله باذن الله نشوف اكتر من 60,000 في استاد القاهره لمؤازره الاهلي. طيب وانت معايا فرصه، انت قلت التشكيل، تعال نبص بقى ونشوف الجمهور اللي هو رقم واحد. هل نتوقع نفس التشكيل ولا لا؟ احنا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه، طلبنا من الجمهور يدخل ويشارك من خلال صفحات قناه الاهلي عبر السوشيال ميديا سواء الفيسبوك او حتى الانستجرام او على منصه اكس، ويشارك بتوقعاته ويقول لنا توقعاته لتشكيل الاهلي في مباراه الزمالك. هل في تشكيل منهم هيكون مطابق لتشكيل زميلنا محمود شوقي ولا هنشوف اراء ثانيه؟ نبدا مع بعض ونشوف توقعات جمهورنا على التشكيل. اول واحد معانا محمد رجب بيقول شوبير، يحيى وياسر وربيعه واكرم، مروان السليه امام، الشحات وسام، بيرسيتاو. ادي اول تشكيل معانا من محمد رجب. محمد الشناوي بيقول شوبير، عمر كمال، ربيع، ياسر، يحيى، اكرم، امام، مروان، طاهر، وسام، تاو. تتمني ولا توقع بس؟ هي توقعاتهم أوكي. مش تمنيات. طبعاً. احمد بيقول الشناوي في حراسه المرمى، اكرم، ربيع، ياسر، عطيه الله، مروان، امام، الساعي، ده توقع جديد بالنسبه للساعي، الشحات، وسام، طاهر. طب نشوف توقعات ثانيه معانا. باسم خالد بيقول حراسه المرمى شوبير، الدفاع رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق. باسم واضح ان هو مذاكر مع محمود بنفس الفكره. خط الوسط امام، مروان، قفشه، الهجوم رضا سليم، وسام، ابو علي، حسين، الشحات. خلي بالك هو قال مروان وامام وقفشه. وقفشه. دي انا اتمناها بالمناسبه. تتمناها. رغم ان انا متوقع غيره. ففرق بين التوقع والتمني. والتمني. طيب علي وده اخر توقع معانا بيقول محمد الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق باك يمين، الغالبيه شايفه كده فعلا، مروان عطيه، كريم ندفد، امام عاشور، طاهر، بيرسيتاو، ووسام ابو علي. لو سالت كل واحد في الشارع الرياضي كل واحد هيقول تشكيل مختلف. ربنا يكون في عون مارسيل كولر يقدر يوصل للتوليفه المناسبه. محمود نورتني وشرفتني. شكرا. فقره شكرا مهمه جدا وحواريه، واكيد الكل الساده المشاهدين استمتعوا بوجودك معانا. انا سعيد كنت معاك، وتحياتي ليك كل المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الاستاذ محمود شوقي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند.